كلنا نعرف بأنه مجال التحكيم فرصة ممتازة بالنسبة للرجال وخاصة في فئة الشباب، بس الغريب بالموضوع واللي يعتبر حدث مهم ولأول مرة بالعراق تكون فرصة التحكيم في مباريات كرة القدم هو طاقم مكون من 3 شابات واللي هن هانا ومروة وعائشة اللي منحن المستطيل الأخضر الحيوية والمهارة الغير مسبوقة، وبالتالي أثبتن إمكانيتهن بمجال كرة القدم وتحديدا في محافظة كركوك. هذا الموضوع بحاجة إلى تسليط الضوء عليه أكثر، وحتى نتعرف على تفاصيل هذا الطاقم خلونا نرحب بحكام كرة القدم مروة وعائشة. يسعد صباحكم. يسعد صباحكم مروة وعائشة، نورتونا في صباح دجلة. ألف مبروك على هاي الفرصة المميزة. ألف ألف مبروك. شكرا شكرا ست، الله يبارك فيكم. شكرا نعم. لكم. احنا بالبداية حابين نعرف من عندكم شلون شفتوا تجربة التحكيم، وهل شفتوا تقبل من حيث انه الاشخاص اللي حواليكم او الجمهور اللي يجي ويشوف هذه نعم المباريات، شلون شفتوا نظرتهم لكم؟ والله كان نظرتهم جيدة، يعني من بدأنا من طاقم تحكيمي وحكمنا لعبات ويتقبلون وما يعترضون إلا، وحاليا نحكم فرق الشعبية والدوريات الأكاديمية كل نجحت هاي التحكيم مالتنا الحمد لله. نعم مروة وعائشة، فكرة التحكيم موجودة أكثر يم الشباب، والشباب دائما عندهم شغف أكبر لكرة القدم، أنتم منين أجتكم هاي الفكرة؟ عادة البنات بعدهم مرحلة أنه يلعبون كرة قدم، بس أنتم حبيتوا توصلون لمرحلة التحكيم، شلون أجتكم هاي الفكرة؟ هو فتحت هاي الدورة عام وحبينا نشارك بها كفرق تحكيم نسائي، ونجحنا من اختبارات عملية ونظرية. نعم. احنا ما نحس بفرقات بين الرجال والمرأة، لأن الرياضة للكل مو بس للفرقة الرجال. أكيد. والحمد لله يعني حاليا كان مستوى زينة. نعم أكيد. نعم طبعا حابة أسأل عائشة، هل هي كانت من محبي كرة القدم قبل لا تصير هي الحكم؟ نعم أنا من محبين كرة القدم، لأن من والدي همينا، كنت مثلا من كنت صغيرة كنت أروح ويا والدي الملاعب والتحكيم من والدي. نعم. يعني شغف هذا من والدي اخذته، لان والدي حكم درجه اولى ممتاز. نعم. نعم لما قررتي انه انت يعني تخوضين هذه التجربه وانه انت تصيرين الحكم، خلينا نقول والدك شنو كان شعوره وشلون يعني، هل هو كان يشجعك ولو بالبدايه شويه كان اكو انه لا وهذا هذه شغله ممكن للرجال اكثر؟ نعم. والمجتمع ممكن ما راح يتقبل هذه الفكره. لا الحمد لله شعور كلش حلو كان، يعني هو والدي اللي حفزني اروح للتحكيم، يعني من والدي ما اخذته الحمد لله، يعني ما قال لي لا، هو اللي حفزني ودائما يدعمني واهلي ووالدي ووالدتي الحمد نعم. لله. نعم طبعا اكيد احنا يعني نحيي والدك ونحيي يعني كل اب يعني يساند بناته. خلونا نسالكم عن تعرضتوا لاي اعتراض على قراراتكم في فتره التحكيم على مباريات كره القدم او مثلا من قبل الجمهور؟ نعم لازم يتعرض على اعتراضات، بس من تحكم انت لازم يعني اذانك لا يصير للجمهور، انت فقط تحكم والاعتراضات لا تخل لا تسمع عليه، انت الحكم بالملعب، انت اللي تحكم. نعم طيب حابه اسال مروه، هل تشوفين انه التحكيم يعني هو صعب او سهل، او انت مثلا كنت متخيله شيء عليه وبعدين لما خضتي هذه التجربه تشوفين صعوبات اكثر بالتحكيم؟ التحكيم مو شيء سهل، يعني اذا تريدين تنجحين لازم تتعبين تجتهدين الها من خلال التمرين وقراءة قانون حتى تنجحين بهاي المجال، يعني كل شيء يحتاج جهد والقرايه والاصرار. نعم نعم نعم. هل اكو دعم من قبل اللاعبين اللي موجودين او اللي يشتغلون بمجال كرة القدم لكم كفتيات، اول ظهور لكم كحكام؟
الحمد لله كمحافظ كركوك اكو دعم ويشجعونا وينطون ان العباد نحكم بها في فرق شعبيه والدوريات الشباب الناشئين، ولا يوجد اي اعتراض داخل المباراه. نعم طبعا اليوم انا حابه اعرف من عندكم يعني مروه وعائشه اثنيناتكم شنو هو طموحكم؟ هل تحبون مثلا تصيرون حكام دوليين او شنو الطموح اللي انتم تطمحوا له بالمستقبل؟ اكيد ان شاء الله نريد نحكم نصير حكام دوليين، بس خطوه خطوه. كل شيء ما يصير قبل حكم دولي، اكو ترقيات من درجه ثانيه لدرجه اولى ودرجه ممتاز. ان شاء الله بعد سنوات يجي هاي يوم نصير حكم دولي. مروه شنو الخطوات اللي ممكن يوصلك لهاي المرحله؟ تقدرين تحكي لنا شويه عنها؟ يعني شنو اللي محتاجتها حتى توصلين لهاي المرحله؟ خطوات شنو هو اهم شيء؟ التمرين والاقراءة قانون والتعب، يعني اقل شيء باسبوع لازم 3 ايام تتمرنين على مود الاختبار والمستوى يكون جيدة، لان اللعبات مال الشباب يكون قوية وسريعة. لازم احنا نكون لياقتنا مثل لياقتهم حتى ننجح من هاي مجال. نعم طبعا انا حابه اسال عائشه شنو اغرب المواقف اللي صادفتكم؟ يعني اكيد انت همينه اذا حابه تجاوبين على سؤال مروه، شنو الاشياء اللي صادفتكم اغرب الاشياء وانتم كمحكمين لمباراه كره القدم؟ نعم سالتها من المروه من الخطوات مثلا اللي يا ريت مثلا يكثر اكثر دورات حتى لنطور بها العنصر النسوي بالعراق كامله. نعم لان نعم. كل ما كثرت الدورات الداخليه او خارجيه لتطوير الحكام بعد نتطور اكثر. نعم اكيد سواء يعني العنصر النسوي اكثر يتطور. نعم, نعم اكيد. وشنو المواقف الغريبه اللي تعرضتي لها خلال السؤال شغل الثاني الحكم؟ نعم نعم المواقف والله مواقف حلوة كان، يعني أكثر شيء مثلا أفضل شيء دخلت على الملعب عن شكل إيجابي من بين 40 اللي ولد أنا بنية واحدة، فشكل إيجابي يعني التعليقات الإيجابية والوضع المجتمع الحمد لله يعني إيجابية كان. نعم جميل. شنو الرسالة اللي حابين؟ حكمت ويا إخواني أول تحكيم ويا إخواني حكمت. حلو نعم تفضلي. نعم نعم عائشة شنو الرسالة اللي حابة توصليها لكل البنات اللي بيشاهدوك اليوم انتي ومروة؟ اكيد راح نرجع همنا نسأل السؤال نفسه لمروة. نعم رسالتي رسالة نعم تفضل. يعني اريد كل بنات اذا عندهم موهبة اذا عندهم شغل رياضة يستمرون يدخلون على المجال الرياضة، الرياضة ماكو فرق بين الولد والبنية، ماكو نعم. فرق بين الكبير والصغير، يعني الرياضة للكل، لكل فئة عمرية. أوجه الاتحاد يفتحون بعد دورات حتى النساء يشاركون بهاي الدورات وينجحون في أي مجال. نعم، ما شاء الله. عائشة أنت شنو رسالتك؟ ما قلتيها لأنه رسل أعطيتيها المروة. رسالة لمجتمعنا النساء خاصة يقدرون أي شيء يسوون حالهم كحال الرجال. نعم. ما يقولون عيب، وخاصة أكو بنات يقولون حجاب عيب، لا مو عيب أبد مو عيب، يعني هي عائقة أبد مو عائق، كلش زين يعني تقدر تحكمي وأنتو حجابك أبد. نعم. مو عائق حجاب. نعم رسالتي البنات كل شيء تقدرون لا تقولون ما نقدر. طبعا حييك على رسالتك، حييك على الرساله اللي قدمتيها انت ومروه. انا حابه ايضا اعرف من عندكم يعني انتم حتى خلينا نقول الحاكم شلون مثلا خلينا نقول يتبع نظام غذائي معين الحكم، وشلون يحافظ على لياقته، وشنو الاشياء اللي يسويها؟ نعم لازم يعني يتبع النظام الغذائي، لان انت بعد صرتي حكمه لازم لياقتك يصير لياقه مضبوطه، من تنزل على حكم مثلا وسط او رايه لازم لياقتك او سرعتك يكون كل الزينه، فلازم اتباع نظام غذائي والتمارين والقانون اهم شيء لازم يتبعوها، قراءه القانون كلش مهمه. نعم كلش زين، لان هذا الخطوه الذي تنجزك يعني تعبرين الخطوه، يعني يتطلب ان تحافظون على اللياقه او السرعه. نعم يطلب انه تحافظون على اللياقه نعم. تكون محدده مو؟
يعني لازم يكون الوزن مثالي، اللياقة محددة. أكيد 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 لازم نتبع لياقتنا ونظام غذائي. نعم أكيد لازم نتبع اللياقة البدنية وخطوات النظام الغذائي. نعم طبعا احنا نشكركم جدا، وان شاء الله هذه الرساله اللي وصلتوها توصل، واحلامكم وطموحاتكم اللي حكيتونا ايضا عليها ان شاء الله توصلوا لها، وشكرا لكم نورتونا ان شاء الله. شكرا.